طيب يعني استاذ ايمن، عايز اعرف برضو من حضرتك حياه بليغ حمدي، يمكن اللي يبص لبدايته حتى من وهو طفل، والده كان عنده نزعه فنيه برضو لكن اختار ان هو يعني المجال الاكاديمي والتدريس وما الى ذلك، لكن هو كان بيشجعه دايما على ان هو ينمي موهبته. بعد كده والدته قررت ان هو لا يخش حقوق، وبعدين بقى ابتدينا ندخل في فرقه كده وسع لقلبك، وابتدينا حاجات كده كتير. من ساعتها بليغ حمدي كان ليه بصمات في كل حاجه بيعملها من بدايته خالص، يعني لما نقول انه اول لحن او من بدايه الحانه تخنوه، يعني اعتقد دي موهبه يعني فذه. لا جدا، حتى من قبل كده يعني، حتى يعني الله يرحمه كان اخوه الكبير الدكتور موسى سعد الدين الكاتب الصحفي الكبير. انا كنت يعني الحقيقه كان ليا حظ ان انا اتشرفت ان انا عرفته فتره، فكان بيقول لي يعني فتره من فترات كان في البيوت المصريه يجيبوا مدرس بيانو يعلم البنات الصغيرين يعني ازاي يعزفوا بيانو. فكان عنده اختينه صحيح، فجاب لهم يعني ابوهم جاب لهم مدرس بيانو، فكان بليغ اصغر واحد، فكان يقعد في زاويه كده في جنب يقعد يعني يسمع. فالمدرس بعد شهور حب يختبرهم، يختبر البنات في المزيكا، فما حدش يوم عرف. فبليغ نط كده من تحت الكنبه قال له يا مستر يعني ممكن اعزف انا، فعزف نفس الحاجات اللي المدرس كان بيعملها، فده موهبه ربانيه الحقيقه بليغ. وزي حسب ما قلت كان ابوه فعلا كان غاوي مزيكا، كان بيحب المزيكا وكان بيعمل صالون في بيته، وكان له اصدقاء من الوسط الفني والموسيقي زي الاستاذ الاصابجي. يعني الاستاذ الاصابجي هو المربي بليغ الحقيقه. وبرضه حسب ما قلت والدته كانت رافضه، انت والده طبعا توفى وهو صغير كان 11 سنه ولا حاجه. فوالدته 14 تقريبا 14 فوالدته خافت عليه، فعايزه يتعلم، عايز يبقى معاه شهاده جامعيه. فرفضت في البدايه ان هو فعلا يعني يروح معهد الموسيقى، واصرت ان هو يدخل حقوق. وعلى فكره بليغ لغايه اخر وقته كان طالب، يعني قعد طالب في كليه حقوق ما اتخرجش منها يعني. صحيح.